محمد مبروك اول. طب ما اول علمي علوم دلوقتي كان معانا مكرر برضه، هم 3 اوائل. طيب 3 اوائل مكرر، يعني اول مره يعني تقابلني الحكايه دي. محمد مبروك، الو، اسمك محمد مبروك، وانا بقول لك مبروك يا محمد مبروك. الله يكرمك، ربنا يخليك يا رب. الف مبروك يا حبيبي. المجموع اللي انت حصلت عليه ده نتيجه ايه؟ والله هو نتيجة توفيق ربنا ودعاء الوالدين حلو قوي، والمدرس. مفيش مذاكره بس توفيق ربنا ودعاء الوالدين. لا، هو بجانب المذاكرة، بس المذاكرة لازم يبقى معاها توفيق ربنا. توفيق ربنا أهم حاجة يعني. اكيد طبعا. قول لي يا محمد، كنت بتذاكر كام ساعه في اليوم؟ والله هو الموضوع كان تدريجي يعني، ما كانش مرة واحدة. طب لازم الشهر الاخير قبل الامتحانات كنت بتذاكر كام ساعه؟ يعني كان ممكن مثلا 15 ساعة 16 ساعة في اليوم. هسألك سؤال وانا عارف اجابته، كنت تروح المدرسه ولا لا؟ لا بصراحة، لا ما كنتش بروح. انا بقول لك انا عارف الاجابه. طيب ايه الدروس اللي انت كنت مركز فيها؟ يعني كنت بتاخد دروس خصوصيه اكيد طبعا. ايوه خلاص. في كل المواد ولا في مواد ما خدتش فيها لا دروس؟ هو تقريبا في كل المواد. في كل المواد. اها. طب يعني كم ساعه كانت بتستغرق عمليه الدروس الخصوصيه في اليوم؟ والله هو موضوع الدروس ده يعني كان على حسب الأيام يعني. مثلا لو في يوم مدحوم جامد، فكان مثلا 4 دروس، 4 ساعات، 5 ساعات. ساعات كان في بيبقى أيام من غير دروس خالص، فكانت بتبقى فاضية. فيعني كنا بنحاول على قد ما نقدر إن احنا نخلي يومين فاضيين عشان نوازن يعني. تمام. هتدخل إن شاء الله؟ إن شاء الله. احنا يعني كنا عايزين مجموع طب، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني. فهتدخل طب ان شاء الله؟ ان شاء الله. انا والدي دكتور مبروك سويف طبيب، وامي استاذه في جامعه الازهر، تمام. فحبوني في الطب يعني. ربنا يوفقك. طب يعني ما كنت تاخد يعني تدخل صيدله مثلا عشان يبقوا في دكاتره في صيدله؟ والله هي بس زي ما حضرتك، انا كبرت في بيت والدي ووالدتي اطباء، تمام. كان نفسي يعني من وانا صغير، فكان نفسي ابقى دكتور. لا، كان نفسي اعلم. مدام دي رغبتك، ده يعني اكيد بنشجعك عليها باذن الله. ربنا يكرمك يا رب. ربنا والف يخليك. الف مبروك يا محمد. انت من اي محافظه؟ سوري معلش. انا من ابو حمص، بحيره يا فندم. بحيره. يبقى احنا عندنا القاهره ودمياط والبحيره بيتصدروا اوائل الجمهوريه علمي علوم. آلاء محمد محمود ومحمد حازم ومحمد مبروك، الف مبروك يا جماعه.